مساء الخير. أسلوب جديد تنتهجه ميليشيا أسد لابتزاز المدنيين وفرض إتاوات على أصحاب المنشآت في حلب عبر أصدارها لما يسمى بطاقة حماية مسبقة الدفع. ما تفاصيل هذه البطاقة وهل باتت ميليشيا أسد تشرعن عمليات التشبيح عبر قوانين خاصة بها؟ في المحور الثاني سنتحدث عن أحد شبيحة نظام أسد وعبر فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يحرض على قتل المسلمين ومهاجمة المساجد ويطالب بلغة طائفية ما أسماه صياد نيوزيلندا بأن يذهب لمكة المكرمة لكونها تضمن أعداد كبيرة من المسلمين للانتقام من رواد المساجد في سوريا. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. قالت مصادر محلية لأورينت إن عناصر ميليشيا أسد الطائفية في مدينة حلب فرضت منذ بداية الشهر الجاري على أصحاب المصانع والمعامل في مدينة حلب ما يسمى ببطاقات الحماية، والتي بموجبها يضطر أصحاب المنشآت إلى دفع إتاوات للشبيحة مقابل ضمان أمن مصالحهم. نتابع التقرير ونعود للحديث أكثر حول هذه البطاقات. تعددت أصناف الانتهاكات التي يرتكبها عناصر النظام والميليشيات الطائفية التابعة له بحق المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها، آخرها كانت في مدينة حلب عبر فرض بطاقات ملونة إجبارية وبقيم مالية مختلفة على أصحاب المصانع والمعامل في المنطقة الصناعية بالمدينة. مصادر محلية ذكرت لأورينت نت أن ميليشيات طائفية تابعة للنظام أغلب عناصرها ينتمون لميليشيا حزب الله وميليشيا نب الوزراء الشيعيتين فرضوا تلك البطاقات على التجار بحجة أنها مستحقات لقاء خدماتهم في حماية مصانعهم ومعاملهم، حيث يتم إجبارهم على دفع الأموال حسب مدة الحماية التي تتراوح بين الشهر والسنة، والتي تحددها ألوان البطاقات، فبطاقة الشهر تحمل اللون الأزرق وقيمتها 10,000 ليرة، وبطاقة الثلاثة أشهر تحمل اللون الأحمر وقيمتها 25,000 ليرة، أما بطاقة السنة فيبلغ قيمتها 100,000 ليرة سورية. المصادر المذكورة قالت إن بطاقات الحماية الميليشياوية حسب وصفها بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، وتحمل علم النظام وصورا لقادة في الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله الموجودين بكثافة في مدينة حلب، كما يعاقب غير المتجاوب بفرض أتاوة تصل ل2,000 ليرة على كل حاجز، ناهيك عن سوء المعاملة والابتزاز المالي أو سرقة المعمل في بعض الحالات. فرض البطاقات الإجبارية على أصحاب المصانع والمعامل في صناعية حلب تضاف إلى جملة من البطاقات التي تفرضها الميليشيات الطائفية التابعة للنظام على المدنيين في المدينة، وتعتبر جزءا من حالة الفلتان الأمني وسطوة شبيحة النظام التي باتت منتشرة في مناطق سيطرتها بسوريا. أما الخاسر الأكبر والوحيد في معادلة التشبيح تلك هم المدنيون الذين لا سلطة تحميهم أو تسمع لنداء شكواهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد علي نصيف المحلل العسكري معنا من الريحانية، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور عبد الناصر جاسم الأكاديمي والباحث الاقتصادي معنا من اسطنبول، وينضم إلينا من غازيانتاب الصحفي أحمد بريمو. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيادة العقيد علي نصيف، يعني كيف تنظر إلى هذه الطريقة من الحماية؟ مساء الخير أخت أحلام لك وللأخوة مشاهدي قناة أورينت ولضيوفك الكرام. أهلا فيك. بالتأكيد إن يعني لو هناك حكومة تحترم نفسها لا تأتي مثل هذه التشريعات أو القوانين من أجل حماية من يريد أن يقوم بمنشأة صناعية أو منشأة تجارية. فالميليشيات أصدرت بطاقات، هذه البطاقات للحماية ممن ستحمي التجار والصناعيين؟ هل ستحميهم من أنفسهم؟
طيب هم سيادة العقيد التجار يعني والصناعيون الفكرة أيضا وأصحاب رؤوس أموال. الفكرة الرئيسية أنه نظام أسد يحاول دائما تصوير أنه عودة الأمن والأمان إلى تلك المناطق. اليوم نتحدث عن ميليشيات تقوم بابتزاز الصناعيين. ما مدة أصلا يعني ما مصداقية هذه البطاقات؟ من يصدر هذه البطاقات ومن المخول بإصدارها؟ بس اسمحي لي أتابع الفكرة سأجيب على سؤالك تماما. لو هم هؤلاء الميليشيات لو تركوا هؤلاء الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية لحموا أنفسهم، لكن ما يحصل هو أن النظام الآن بضائقة، فعلا هو بضائقة مالية واضحة جدا، ولا يستطيع دفع رواتب وتكاليف لهذه الميليشيات. فلذلك هو قام بتوجيه هؤلاء الميليشيات، عناصر هذه الميليشيات، إلى أصحاب المنشآت الصناعية وإلى التجار وأصحاب رؤوس أموال من أجل ابتزازهم ونهب وسلب أموالهم. لكن من أصدر هذه البطاقات؟ إن من يصدر هذه البطاقات هي الميليشيات الإيرانية والمخابرات الجوية. والجميع يعلم بأن حلب هي تحت سلطة من تاريخ احتلالها من قبل الإيرانيين والنظام، هي تحت سلطة المخابرات الجوية والميليشيات الإيرانية بشكل شبه كامل. وبالتالي هذه الميليشيات بحاجة إلى تأمين مادي ودعم لوجستي، والنظام غير قادر على دفع هذه المستحقات وهذا التأمين، لذلك وجههم باتجاه أصحاب المنشآت الصناعية. لكن الأخطر من ذلك هناك هدف آخر. عندما يتم التضييق على أصحاب المنشآت الصناعية وأصحاب رؤوس أموال في مدينة حلب، فهذا يؤدي بالضغط عليهم من أجل ترك المدينة ومغادرتها. نعم. إذن هم يحققوا هدفهم. سنأتي للحديث على هذه النقطة سيادة العقيد. نعم. سنأتي للحديث بالتفصيل على هذه النقطة. وتأجيرهم بطريقة غير مباشرة من مدنهم. نعم. دكتور عبد الناصر، بداية مساء الخير، يعني كيف تنظر إلى هذه البطاقات على الصعيد الاقتصادي وانعكاسها أيضا على المستهلك وعلى من تبقى من صناعيين وتجار في مدينة حلب؟ وعلى ما يبدو يعني هذه التجارب دائما تنتقل إلى مناطق أخرى، مناطق سيطرة ميليشيات أسد. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. أهلا فيك. علينا أن ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، من زاوية تحليل سلوك النظام والحكومة القائمة حاليا في تسيير شؤون الاقتصاد وبالتحديد بما يخص الصناعيين، وأن ننظر بعين الاهتمام إلى حلب ومكانتها الاقتصادية ومكانتها الصناعية. فكيف نحلل هذا السلوك باتجاه الصناعيين أو ما تبقى من الصناعيين في مدينة حلب، من أقدم المدن المأهولة تاريخيا والتي تشكل حوالي 33% من نسبة الصناعة بسوريا بشكل عام؟ فهذا السلوك سلوك المفلس وسلوك الشخص أو النظام الذي لم يعد يمتلك من أمره شيء. هو استدان الكثير من مواقف سياسية ومن أسلحة واستدان الكثير من مؤازرات. الآن يريدون الآخر يريد منه أن يسد له الديون. فهذه الميليشيات تقوم بالاقتصاص لنفسها لأنه عاجز أن يعيد لها يعني جزء أو شيء من هذه الديون. من ناحية أخرى للأسف إن الحالة الاقتصادية في سوريا اليوم حالة مؤذية جدا ومزعجة، يعني يصعب وصف تراجع والكارثة الاقتصادية التي حلت في سوريا خلال هذه السنوات. يعني هناك أرقام تقدر الخسارة بحوالي 400 مليار دولار على مستوى الاقتصاد ككل. ربما يكون نصيب القطاع الصناعي بحلب يعني النصيب الأكبر. تخيلي وليتخيل السادة المشاهدين، من 400,000 منشأة من 40,000 منشأة تعمل 4,000 منشأة فقط في الحد الأدنى وكورش فقط وليس كمنشآت صناعية. يعني هربت الخبرات والمهارات والعاملين. طيب ورؤوس دكتور الأموال كل يعني عم تقول. نعم. من 40,000 منشأة ل 4,000 ورشة،
انعكاس هذا الموضوع على الاقتصاد السوري؟ نعم. واليوم مع هذه بطاقات الحماية مسبقة الدفع، هل هذا العدد سيتناقص في المستقبل؟ بالتأكيد سيدتي، بالتأكيد. من لديه الفرصة، من كان لديه البصيص أمل ويحاول أن يتأقلم مع حالة الترويج الكاذب لإعادة الاستقرار وإعادة البناء، وأن هذا النظام يمكن أن يؤمن بيئة آمنة، اليوم في مثل هذه التصرفات سيغادر حلب، سيغادر البيئة الصناعية، سيغادر الاستثمار. هذه مصيبة كبيرة سيدتي. هناك 52% تقول الدراسات والأرقام من الأسر السورية لا تصل إلى الأمن الغذائي. 52% هذا رقم يعني مثير للدهشة وللشفقة. تخيلي، تحتاج الأسرة السورية اليوم إلى حوالي 314 ألف ليرة سوري لتعيش بكرامة. من يحصل اليوم هذا الدخل سوى هذه الميليشيات التي فلتها بكل معنى الكلمة النظام لتمتص دماء الناس والأبرياء الذين أهلنا الموجودين في سوريا تحت سلطة أمر الواقع؟ هم ليس بيدهم شيء. نعم. طيب دعني أنتقل بهذه الفكرة للأستاذ أحمد كارثية. بريمو. نعم دكتور أستاذ أحمد، يعني هل ترى أنه هذه البطاقات المفروضة اليوم على من تبقى من صناعيين وتجار داخل مدينة حلب هي محاولة لتطفيش من تبقى، أم أنها محاولة لسحب أو لمشاركة هؤلاء التجار بكل ما يملكوا؟ مساء الخير بداية، أكيد أحلام للجميع السادة المشاهدين وضيوف الكرام. بالطبع كما ذكر الضيوف قبلي، مدينة حلب تحديدا دون عن بقية المدن السورية هي تعيش في تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية وحكم العصابات حقيقة التي استطاعت أو قامت بتهجير سكان مدينة حلب الأصليين من أحياء حلب الشرقية، واليوم هي تريد أن تسترد ضريبة أو أجرة ما قامت به تلك العمليات التي نفذتها في مدينة حلب ضد المدنيين وسكان أحياء حلب الشرقية. هم أخذوا الضوء الأخضر من أجل السيطرة على المدينة والتحكم بمفاصلها جميعها، سواء كان الاقتصادية، سواء بالتنقيب على الآثار وسلب ونهب الممتلكات وتعفيش منازل المدنيين والمنازل السكان في أحياء حلب الشرقية. هذه البطاقات أو جميع الأدوات التي تفرض على سكان مدينة حلب، سواء كان على المدنيين، على الطبقة الفقيرة، على الصناعيين، على التجار، جميعها تدخل في إطار كما ذكرتي عملية تطفيش الشعب السوري، تطفيش الحلبيين من مدينة حلب. هم يريدون المدينة خالية من سكانها الأصليين من أجل استيطانها من قبل أسر وعائلات تلك الميليشيات، وهم حقيقة ميليشيات لها توجهات طائفية عراقية وإيرانية وأفغانية. ثم السؤال الأهم، من يريدون حماية التجار أو الصناعيين في مدينة حلب؟ كما يقول المثل، لدينا حاميها حراميها. من يقوم بفرض الأتاوات وسلب وسرقة المصانع ومحتوياتها ونتاجها هم عناصر تلك الميليشيات حقيقة. يعني منتصف عام 2017 كان هناك قرار يسمى أو نظام يسمى نظام الترفيق في المدن السورية بشكل عام وفي مدينة حلب تحديدا التي كما ذكر ضيفك الكريم هي العاصمة الصناعية والاقتصادية لسوريا. نظام الترفيق عبارة عن دفع يجبر كل من يريد نقل بضائع أو حتى عفش أساس منزل من منطقة إلى أخرى، يتوجب عليه دفع مبالغ مالية طائلة من أجل حماية هذه المحتويات أو الشحنة من السرقة. لكن حقيقة لا أحد يرافقه، فقط لكي لا يقوم أحد بسرقته. فهذا النظام تم إسقاطه في منتصف 2017 من قبل بقرار من رئيس اللجنة الأمنية في مدينة حلب، حينها كان زيد صالح. ثم اليوم يخرج بنظام أو بقرار جديد وهو قرار البطاقة الحماية. الحامي، من يريد الحماية يحمي من اللصوص، يحمي من الغريب. لكن حقيقة اليوم من سيحمي هم اللصوص، من سيتقاضى مبلغ من أجل الحماية هم اللصوص أنفسهم، هم مصدر الخطر ومصدر
استهداف هذه المنشآت وأصحابها. نعم سيادة العقيد، يعني كما نعلم أنه مدينة حلب تعيش حالة من الفلتان الأمني يعني تختلف عن باقي المدن وتتقاطع أيضا في حالات أخرى، ولكن حالة الفلتان الأمني التي تعيش حلب هي حالة مأساوية بالنسبة لسكان مدينة حلب. هل ترى أنه اليوم ما يجري من استصدار هذا النوع من البطاقات هو بمعرفة النظام وبمشاركته، أم أنه جزء من الفلتان الأمني الذي تعيشه المدينة وسيطرة الميليشيات على هذه المدينة؟ بالتأكيد أخت أحلام، حلب تعيش فلتان أمني منذ أن تم احتلالها من قبل الميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام. هذا الفلتان الأمني هو سببه التعدد الميليشيات المتواجدة في حلب، فمنها ميليشيات فاطميون، منها ميليشيات زينبيون، منها ميليشيا لب الوزراء، منها ميليشيا حزب الله، منها ميليشيا المخابرات الجوية التي تتبع بالولاء لإيران. فكل هذه الميليشيات تتضارب مصالحها مع بعضها، وبالذلك هناك فلتان أمني في حلب. أما ما يخص بإصدار مثل هذه البطاقات فبالتأكيد هم لا يحتاجون إذن من النظام، ولكن النظام لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يمنع أو يصدر، إنما الميليشيات هي من أصدرت هذه الأوامر والنظام موافق عليها بكل تأكيد، لأنه لا يستطيع أن يردع هذه الميليشيات. هو من كبر هذه الميليشيات وهي من ستتمرد عليه، وهي من ستجعل منه دولة عصابات وليس دولة تحترم نفسها. نعم دكتور عبد الناصر، بالعودة إلى هذه البطاقات وما وكيف تنعكس على المدنيين المواطنين في مناطق سيطرة النظام، في ظل أنه هناك إتاوات تفرض على الصناعي وبالتالي هذه الإتاوات تجير إلى المستهلك، على المدى الطويل ماذا تعتقد أن يحل بالمواطن في ظل غياب أي نوع من أنواع المواد الأساسية في الحياة؟ واليوم نأتي لنرى هذه الأتوات التي تفرض على من يحاول أن يقوم بأي صناعة. نعم يؤسفني أن أقول يعني أن هناك دراسات تقول وأرقام أن الأسرة السورية اليوم بدأت تدير وجبة الطعام بطريقة مختلفة عما سبق نتيجة ازدياد العبء الاستهلاكي، وكما تفضلتي تماما أن هذا الصناعي أو هذا يعني المستثمر بالنتيجة يعني سيحمل هذه التكاليف على سعر المنتج وسعر الوحدة الاستهلاكية، وبالتالي المواطن سيحصل عليها أو سيعجز عن الحصول عليها. تخيلي إحدى الدراسات تقول أن الأسرة السورية اليوم تغير مكونات الوجبة إلى مكونات أقل تكلفة. 50% من الأسر السورية اليوم 50% من الأسر السورية تقترض حتى تكمل الشهر فقط على الطعام والشراب. تخيلي 50% من الأسر السورية تقلل عدد وجبات الطعام، 20% من الأسر السورية توفر طعام الكبار من أجل طعام الصغار. يعني هذا الانعكاس كارثي وانعكاس بعيد المدى على الوضع المعاشي للأسرة السورية. بالإضافة إلى عامل مهم جدا إذا سمحتي لي أنسة أحلام، هناك هذا الأمر يخلق فجوة اجتماعية و يعني تصدع مجتمعي كبير جدا. يعني عندما أكون أنا في المنطقة، لدي منشأة في المنطقة الصناعية، ويأتي ابن مدينة معينة بعينها أو طائفة معينة بذاتها ويأخذ مني الأتاوة ويعرضني لأنواع الابتزاز والذل والهوان، ماذا يزرع للغد؟ ماذا يزرع للمستقبل؟ هناك آثار غير مرئية بعيدة المدى، آثار لئيمة جدا جدا سيواجهها أبنائنا وسيواجهها الجيل القادم. للأسف هذا السلوك، سلوك النظام بهذه الطريقة، سلوك تدميري، سلوك من يريد أن يغادر دون أن يترك شيء. بعد أن تم تهديم الحجر في حلب الآن نريد أن نفتت المجتمع أيضا. للأسف حلب تستحق معاملة غير هذه المعاملة. حلب التي ساهمت كثيرا وكثيرا في قطر اقتصاد البلد وفي الصناعات النسيجية والغذائية والزراعة وغيره،
اليوم تعامل هذه المعاملة البائسة وهذه المعاملة المزرية جدا من قبل النظام المغتصب للسلطة. الحقيقة شيء مزري وشيء مؤلم. ويعني كيف يطيقون صبرا أهلنا في حلب؟ نعم أستاذ أحمد، هل لديك معلومات من داخل مدينة حلب، معلومات خاصة عن هذه البطاقات، وخصوصا يعني نعلم دائما هناك واسطات وفساد مستشري حتى في قلب الفساد، في قلب نظام أسد، يعني من الفساد هناك فساد أفسد من الفساد اللي منشوفه لبرا، ما هي المعلومات التي تتوفر لديك عن هذا الموضوع؟ يعني في الحقيقة المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع بشكل خاص حتى الآن يعني لم يتم تعميم الموضوع بشكل كبير على كافة المنشآت الصناعية. في البداية أخطر أصحاب المنشآت الصناعية الكبيرة حقيقة وأصحاب رؤوس الأموال الأكبر في مدينة حلب بهذا القرار. حتى الآن لم يتم نشر أو تداول أو إظهار حتى قرار رسمي صادر بهذا الخصوص، لكن هناك العديد من الصناعيين وردتهم تبليغات شفوية من قبل زعماء العصابات حقيقة أو ما يسمى رؤساء الحواجز أو متزعمي تلك الحواجز المنتشرة في المناطق، وأبلغوهم بضرورة اختيار الفئة التي تناسبهم من أجل دفع ما يترتب عليه من مستحقات. شو المقصود أحمد بالفئة اللي بتناسبهم؟ الامتيازات. نعم. هناك الفئات التي يتم أو التي تم إبلاغ الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال في مدينة حلب حول هذه القضية حسب حجم المشروع الخاص بكل شخص. هناك فئات يتم من خلالها تخصيص عناصر لحماية تلك المنشآت، وضع حاجز بالقرب من تلك المنشأة، فرز عناصر خصيصا لحماية المنشأة، وحتى وصلت في بعض الأحيان لفرز مرافقة أمنية للصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال. لكن في الحقيقة أنا أتوقع أن هذا الأمر لن يجري كثيرا مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، لأن جميع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالنسبة في مدينة حلب هم أصبحوا أو كانوا بشكل أو بآخر من لديهم علاقات مع الأفرع الأمنية في مدينة حلب والمتنفذين وزعماء تلك الميليشيات أو العصابات في مدينة حلب، وهم يقومون بالدفع بشكل شهري وأحيانا بشكل يومي لعناصر تلك الميليشيات وزعمائها. نعم. طيب سيادة العقيد، هل ترى أنه هذه الحالة التي نراها تجري اليوم مع الصناعيين في مدينة حلب هي حالة انتقامية، وخصوصا أنه كما ذكر الأخ أحمد أنه أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة هم كانوا من المتنفذين والمتنفعين، يعني هن دافعين واجباتهم مما يتطلب النظام سابقا، ولكن على ما يبدو أنه اليوم الفئة المستهدفة تغيرت. بالتأكيد أخت أحلام، أنا أوافقك الرأي بأنه هي انتقام فعلا من المجتمع الحلبي بشكل خاص، وخاصة أن دفع هذه الأتاوات سيزيد من ضريبة الاستهلاك، وبالتالي سيزيد من غلاء الأسعار. إذا المستهدف بالنهاية هو الشعب الحلبي المظلوم، الشعب الحلبي الذي لا حول له ولا قوة. وبالتالي يجب أن نعي أمر، أينما تحل إيران يحل الخراب. فهذه سياسة إيرانية، قد يكون هناك إذلال لشعب حلب، محاولة إذلال لشعب حلب، محاولة تشويع شعب حلب من أجل تشييع شعب حلب بالكامل كما هو مرسوم في المخطط الإيراني. وهذا الأمر صرحت عنه إيران أكثر من مرة عبر بعض مسؤولين عندما قاموا في زيارات سابقة لمدينة حلب. نعم، دعونا نشاهد معا نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أورينت. سؤال اليوم كان: لماذا تجبر ميليشيا أسد الصناعيين على شراء بطاقات حماية أمنية؟ 32% شافوا أنه لشرعنة الابتزاز، و 68% شافوا أنه هي سرقة وفساد. أستاذ أحمد، يعني تعليقك على الاستطلاع وأيضا النتيجة، خصوصا أنه 68% فقط بتلاقي أنه هو سرقة وفساد، يعني ما في ولا حماية ولا هم يحزنون.
بالطبع يعني كما ذكرت في بداية المداخلة، ممن سيريدون أن يحمون هذا هؤلاء الصناعيين أو هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال؟ حاميها حراميها. لذلك الوضع اليوم لا حتى الموالين أنفسهم يعرفون أن هذه الأتاوات التي تفرض عليهم هي ضمن سياسة التطفيش التي يتبعها النظام ويتبعها الميليشيات الإيرانية والميليشيات الطائفية التي تسيطر على مدينة حلب وتحاول وتسعى جاهدة بكافة الطرق والوسائل من أجل الضغط على الحلبيين لإخراجهم من أراضيهم وتهجيرهم، سواء كان عن طريق القصف كما حصل في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، أو عن طريق إرسال برقيات طلب للخدمة الاحتياطية والخدمة الإلزامية، أو عن طريق تضييق في مشاركتهم برؤوس أموالهم. وهذا حقيقة ما يريدون الوصول إليه من أجل إفراغ مدينة حلب وباقي المدن السورية وإسكان الأسر وعوائل تلك الميليشيات الطائفية من الذين استحضروا من نبل والزهراء أو من كفرية والفوعة. نعم دكتور عبد الناصر، كيف تنظر إلى هذا الاستطلاع وأيضا ما رأيك؟ نعم أنا أرى أن النتيجة يعني منطقية، فعلا هي عبارة عن تغير شكل السرقة. يعني اليوم السرقة صارت هيك على المكشوف، خلينا نقول بالعامية، ما عاد في داعي بطريقة مختلفة أو عن طريق وسطاء، خلاص بشكل مباشر أنا بسلط هالميليشيات. لكن الغريب بالموضوع أن البطاقة مسبقة الدفع، يعني مسبقة الدفع، يعني من يضمن لو سلمت أنا بهذا النهج، نهج الإذعان وهذا العقد المذل، لو أنا استسلمت للأمر من يضمن لي أن من سيحميني سيتمم معي هذه الخدمة لمدة شهر قادم؟ يعني إذن هي سرقة موصوفة، أنا أتفق مع ما ورد في الاستبيان. نعم طيب سيادة العقيد، يعني كما ذكر الدكتور عبد الناصر أنه سرقة موصوفة، برأيك هذه السرقة يعني من الممكن أن تستمر لمدة طويلة من الزمن، أم أنه هي يعني مبدئيا ناقصهم شوية مصاري رح يلمون منها الصناعيين ويلموا البطاقات منهم بعدين؟ لا بالتأكيد هي سرقة وشرعني للسرقة ونهب وسلب أموال الأغنياء والأسرياء وأصحاب المنشآت الصناعية في حلب، لكن تستمر، هي ستستمر طالما أن هناك سكان وأشخاص أصحاب منشآت صناعية ولديهم ثروات، طالما أنهم موجودين في حلب فسيتم سرقة ونهب أموالهم. أنا أعيد وأكرر كما ذكرت في حديثي سابقا، بداية حديثي، بأنه هناك هدفين، الهدف الأول هو نهب وسلب ثروات المجتمع الحلبي وخاصة الرجال الأعمال والصناعيين، والهدف الآخر هو إجبارهم وأرغامهم على مغادرة المدينة وإفراغها من سكانها. نعم شكرا جزيلا لك العقيد علي ناصيف المحلل العسكري، كنت معنا من الريحانية. شكرا أيضا للدكتور عبد الناصر جاسم الأكاديمي والباحث الاقتصادي من إسطنبول، وللصحفي أحمد بريمو كان معنا من غازيانتاب. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.